تحت اسم ضرب الأولاد، لعل الفائدة تنتشر ونحاول نحسن. السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. يا أهلا وسهلا. من أكثر الأمور اللي تؤلمني لما أفتكر المرات القليلة اللي ضرب فيها يوسف وإبراهيم وهم صغار، ورغم أنه ما كان يعني ضرب مبرح ولا تلطيش، ولكن مجرد أن يفتكر فكرة الضرب دي يعني أنزعج. وطبعا وقتها أنا كنت مبرر لنفسي الموضوع أني قاعد أربيهم والمصلحتهم ده الموضوع، ولكن لما تفكرت في الموضوع بعمق وبصدق مع نفسي وجدت أن المرات اللي ضربتهم فيها ما كان حقيقة وجذور السبب أنه أبغى أربيهم، كان السبب الرئيسي أنه أنا وقتها كنت منزعج من شيء أو متوتر من شيء أو في كبت أو غضب داخلي أبغى أطلعه في أحد، وطلعته في المساكين الصغار اللي عندي في البيت. والدليل على ده أنه مثلا من المرات اللي ضرب فيها إبراهيم مثلا لأنه ما خلص أكله، كان صغير، فوجدت أنه في مرات تانية ما سوى نفس الشيء وما ضربته، ولكن أتعاملت مع الموضوع بشكل مرة مختلف. ناقشته وقلت له هذا ما يصير وبكل هدوء، إيش الفرق بين المرتين مع أنه الفعل نفسه؟ الفرق حالتي أنا الشخصية، أنا في مرة كنت متوتر ومعصب فحطيت حرتي فيه، ومرة تانية كنت هادي ورايق فأتصرفت بعقلانية وبشكل أفضل. ولذلك وجدت كل المرات اللي ضربتهم فيها بسببي، ما كان بسببهم. وفي كمان سبب تاني وجدته أحياناً، نوع من أنواع الكبر، أنه بأي حق ولا كيف يعصوا أمري، ولا كيف أقول لهم شيء وما يسووه. مو موضوع تربية، موضوع عقد نفسية في الداخل عندي كانت وقاعد أطلعها فيهم. لذلك أنا يعني أتمنى من كل الآباء والأمهات أنه يعيدوا النظر في موضوع الضرب، ترى ما له أي تبرير. معليش، يعني السببين الرئيسيين اللي خلوا الأهل يبرروا موضوع الضرب حاجتين: أولا يقول لك يا عمي كلنا انضربنا وطلعنا كويسين، وهذه حجة واهية تماما، لأنه أولا مين قال لك أنه إحنا كويسين؟ يعني ممكن كان نكون أحسن، ما تعرف، يمكن لو ما انضربنا كان حنكون أحسن من اللي إحنا عليه الآن. وما في شك أنه الضرب ترك فينا كلنا ترسبات حتى لو إحنا ما إحنا شاعرين فيها، هذا أولا. ثانيا وهو الأهم، أنه حتى لو فرضنا أن الضرب كان مناسب لجيلنا، فهو بالتأكيد ما هو مناسب للجيل الحالي، جيل مختلف تماما نفسيا وفكريا، ما ينفع نفس الأمور اللي نفعتنا. لذلك المقولة المشهورة، مقولة لا تربوا أبناءكم كما رباكم آباؤكم فقد ولدوا لجيل غير جيلكم. فالأمور اللي صلحت لنا من 30-40 سنة ليس بالضرورة حتكون صالحة لجيل القرن 21. كل المعطيات مختلفة اليوم، الجيل ما في شيء اسمه فقط أوامر ونواهي، يحتاج يقتنع، يحتاج يفهم، منفتح، صار على العالم كله، شايف العالم كله كيف عايش. ففكرة والله الضرب هذه ما أسلوب. فالمرحلة يعني أنا عندي مثلا في فكري، في رأيي، في ثلاثة، والله أعلم، يعني في ثلاثة أربعة مراحل في موضوع التربية المفروض يختلف فيها تعامل الأهل بناء على عمر الولد. فمن 0 لـ 7 تربية اللعب، تلعب معاه، تتلطف معاه، يعني تخليه يتسلى دائما اللعب. من 7 إلى 10-11 هي سن القوانين، انت في سن انت متحكم بالكامل تقريبا في الولد، تتحكم مين يشوف، تتحكم ايش ياكل، ايش يدخل البيت، ايش يتفرج، كيف عاداته، هو تحت سيطرتك، انت قاعد تعجن وكذا زي عجينه، انت اللي قاعد. وهذه مرحله مره مهمه جدا لانه ينبني عليها بعدين شخصيته. من 11 لتقريبا 18 تقريبا، كل سنة تعدي المفروض تقل فيها القوانين ويزيد فيها الإقناع والتفاهم، إلى أن يصل إلى مرحلة 18، يعني مرحلة الجامعة، خلاص هذه فيها القوانين تكون محدودة لأنه خلاص المفروض صار بلغ وصار واعي، وتدخل مرحلة التفاهم، ومرحلة أعلى منها وهي مهمة جدا، مرحلة الصداقة. يعني ولدك لما يصير 18 وفوق المفروض تصاحبه، خلاص مرحلة التربية انتهت، انت ربيته، صار لك 18 سنة عندك في البيت الولد تحتك، فالمفروض انك مرحلة التربية خلاص.
مرحلة الصداقة، وإيش المفتاح اللي تقدر تعرف فيه أنت فعلا صديق ولدك ولا لا؟ إذا ولدك خبص، هل سيشعر بالأمان أنه يجي ويقول لك، ولا حيخاف منك ويروح لأصحابه يقول لهم؟ هذا سؤال مرة مهم، وأسأل نفسك بصراحة، لو ولدك دخن ولا شرب ولا حشش ولا اتخانق مع احد ولا هرب من الجامعة، ولا هل العلاقة بينكم علاقة خوف ورعب تخليه يرعب منك وما يجي صارحك ويقول لك انا يا ابويا ولا يا امي ضعفت وغلط وساعدوني، ما عنده الجرأة لانه العلاقة علاقة خوف، ولا لا علاقة صداقة ويجيكم ويقول لكم؟ لأنه لازم نعرف أنه إذا ما صادقناهم حيصادقوا غيرنا، وإذا الأهل ما صادقوا الأولاد حيروحوا ممكن جدا لأصدقاء السوء، هم اللي يكونوا ملجأهم لما يطيحوا في مشكلة. فمرحلة الصداقة مرة مهمة تخرج من، يعني خاصة لما يكبروا، أنه بس عايش أنه تخوفهم وترعبهم وعقوبات وإيه ولا، ما هينفع ما هينفع، هيهربوا منك هيهربوا منك. وما في أسوأ من أنه أنتوا الأهل أو إحنا الأهل نكون محسبين أنه أولادنا مية مية وهم قاعدين يسووا بلاوي من ورانا لأنهم خايفين. هل حيسووا بلاوي؟ كلنا أيام الشباب ما في أحد إلا وكان عنده حاجة يعني، فلازم إحنا ما نتوقع من أولادنا أنهم يكونوا ملائكة أكثر مننا، كل واحد في شبابه كان عنده شيء، ولكن التعامل مع هذا الشيء كيف يكون، وأهلنا إحنا كيف نتعامل، إحنا كأهل كيف نتعامل معهم، هذا هو اللي يفرق بعدين ويطلع جيل صالح سوي، ولا جيل يعني معقد مو في بالي كلمة تانية، المهم جيل معقد وما عارف يتعامل مع الحياة بشكل سليم يعني. طبعا هذا مو معناه أنك تفتح الموضوع بحري مع أولادك لدرجة أنه يصير كل شيء عادي، يعني في فرق بين أنك تتقبل ضعفهم ويفهموا أنك أنت حتحتويهم وتتفهمهم، وبين أنه لا أنت تشعرهم أنه عادي يسووا اللي تبغوه كله كويس. لا، هم عارفين أنه غلط، لازم تفضل فكرة أنه ده شيء غلط أيوة، ولكن مش عن طريق التخويف والرعب وأنه يخاف يجيك، لا، أنتوا الاثنين عارفين أنه هذا الموضوع غلط، ولكن أنت متقبل مرحلة الشباب اللي هو فيه، ومتقبل أنه هو ضعف، ومتقبل أنه هو غلط، وقاعدين تحاولوا تعالجوا الموضوع مع بعض كأصدقاء، مش كأعداء، مش كدكتاتور جالس في البيت تلطش في الأولاد، لا، فرق كبير بين الاثنين، لأنه في مشكلة كمان يعني في النهاية في المقابل، في أهل يعني تلاقي والله عادي يسوي كل شيء، وهذا لا، هذا يسبب يعني انسياب، فلازم دائما التوازن بين الأمرين، لازم التوازن بين الأمرين، لا إفراط ولا تفريط، ونفتكر أنه إحنا مسؤوليتنا كأهل على الأولاد تقل مع ازدياد عمرهم. يعني أكبر مسؤولية هي من 0 لـ10، 11 سنة، 12 سنة، بعدين كل ما كبر كل ما قلت مسؤوليتنا، وبالتالي لازم الجهد الأكبر في التربية يبذل في الأولاد أول 10 سنوات، لأنه هذه هي المرحلة اللي هم تحت سيطرتك تقريبا بالكامل. بيجوني كثير أهل أحيانا أولادهم عمرهم 19 و20 وبيشتكوا منهم، أقول لهم آسف، فين كنتوا لما كان عمره 10 سنين؟ فين كنتوا لما كان عمره 9 سنين و8 سنين؟ هذه مرحلة التربية، مرحلة 18 و19 مرحلة زي ما قلنا الصداقة، لذلك مرة مهمة الفترة الأولى لا يستهان فيها. بعض الناس العكس يبدأوا يركزوا في الأولاد لما يصيروا 18، لا، العكس تماما، ركز فيه أول 10 سنين، هذه هنا مسؤوليتك أو مسؤوليتك أم وأب. موضوع أخير، ترى التربية فن ومهارة وعلم وتسوت عليها دراسات كثيرة، ما نتوقع إحنا الأهل أنه حنقدر نربي بس كذا بالفطرة، ما غلط يعني، في أشياء كثيرة الواحد يجهلها. أنا اليوم قرأت أشياء في التربية أتمنيت أنه كنت أقراها من 15 سنة علشان أطبقها على يوسف وإبراهيم، ما جهل، ما كان عندي هذا العلم، لو حرصت أنه أقرأ مثلا أكثر كان ممكن أربيهم بشكل أحسن. في آلاف الكتب عن أساليب التربية المختلفة، أقترح الأهل، أي أهل عندكم أولاد بتربوهم، أقرأ ولو كتاب واحد فقط في التربية علشان يحسن من مهاراتك ويساعدك أنك تطلع أولادك أحسن منك، ويساعدك أنك تربي أولادك بطريقة أحسن من ما أهلك ربوك.